وينضم إلينا مباشرة من مدينة بابل الأثرية مراسل الحرة ميثم الشيباني. ميثم، أهلا بك. يعني ما الجديد بشأن ردود الأفعال والتصريحات حول إدراج مدينة بابل الأثرية على قائمة التراث؟ مساء الخير زينة. يعني هناك نظرة تفاؤلية سواء من المجتمع الأكاديمي أو أفراد المجتمع المحلي البسيط وأيضا الحكومة المحلية. هناك حديث عن محاولات لإعادة رونق بابل وإعادة تسويقها من جديد بعد هذه السنوات من السبات. يعني مرحلة بابل سابقا انتهت، لكن اليوم ما بعد بابل، ما بعد بابل هناك عدة برامج وهناك نشاطات يجب أن تكون حكومية وأكاديمية، هناك تعدد للثقافات، شروط اليونسكو يجب أن تأخذ صداها على المدى البعيد، وهناك يجب أن تكون يعني أرضية مناسبة للحكومة لسماع هذه الشروط وقبولها وعدم مخالفتها. يعني هناك تحذيرات من عدم التزام الحكومة العراقية بهذه البنود التي ربما ستخرج بابل بالمستقبل، وهذا محال. لكن دعينا نكون في الصورة أكثر مع الآن السيد مراد البكري رئيس اللجنة الإعلامية لملف إدراج مدينة بابل الأثرية. مرحبا سيد مراد وأهلا بك إلى هذه النشرة. ملف بابل انتهى، يعني صوتت اليونسكو على إدراجها ضمن لائحة التراث العالمي. خطوات ما بعد الإدراج، يعني ربما هنا يكمن الرهان، ما هي خطواتكم؟ نعم، طبعا أكيد هناك خطوات كثيرة على الحكومة المحلية وعلى الإعلام وعلى اللجنة أيضا عمل بها، وخاصة إعادة النبض للمدينة وروح حياة المدينة من خلال إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية. كذلك مثل ما شاهدنا يجب أن تكون هناك عروض سيمفونية العراقية والعالمية، هناك الكثير من الفعاليات النشاطات الثقافية والأدبية التي من خلالها تستطيع المدينة أن تكون أجمل. نلاحظ كذلك هذه الفعاليات تساعد على جذب السواح، السائح العالمي والعربي والعراقي يحتاج أن نجد هناك بنى تحتية المدينة من خلال أرض خصبة وبناء مؤسسات، تقوم هذه المؤسسات بتقديم ما يحتاجه السائح. كل هذا وأكثر هي من جوانب التي ستساعد على تنشيط الثقافة المدينة. كذلك بحاجة إلى تسويق المدينة، المدينة يجب أن تسوق إعلاميا، وكذلك يجب أن نكون على أبسط مثال هناك دليل سياحي المدينة، تكون هناك جوانب ثقافية تهم المدينة. طيب سيد مراد، يعني هناك من يتحدث عن عقبات تتمثل بأنبوب النفط والقصر الذي كان يعود إلى زمن النظام السابق، ما هي الخطوات الحكومية بهذا الصدد لإرضاء اليونسكو؟ نعم، طبعا هناك تحويل لمجرى او المسار انبوب النفط، وهذا خلال خطة 50 ان شاء الله يعني متفق عليه بنقله، وتم نقل جزء من الانبوب ومستمرين بنقل الجزء الثاني. اما بالنسبه لقصر بابل فهناك بعض الاراء يعني باتجاه تحويله الى متحف، وهذا المتحف اكيد راح يساعد المدينه، كون ان المدينه حاليا في بعد الادراج سيكون هناك تنقيف في المدينه، واللقى والاثار والتحف التي سجلت في المدينه اكيد بحاجه الى وضعها في متاحف مخصصه لهذا الشان. شكرا جزيلا لوقتك الثمين. يعني زينه، كما شاهدت هذا كان ربما الراي الحكومي، لكن ننتقل الان الى الراي الاكاديمي والنخب الثقافيه التي كان لها يعني ربما كانت هي أكثر الطبقات التي فرحت بسماع إدراج بابل على لائحة التراث العالمي. مع الآن الدكتور فاخر محمد عميد كلية الفنون الجميلة في جامعة بابل. مرحبا دكتور. كيف تلقيتم في الوسط الأكاديمي والنخب الثقافية هذا الخبر، وما هي الخطوات التي يفترض على الحكومة القيام بها مستقبلا؟ حقيقة أولاً يعني ليس بأمر جديد يكاد يكون على بابل أن تكون هذه النتيجة الرائعة، عودة عاصمة الجهات الأربع بابل إلى الإرث العالمي والتراث العالمي، وحقيقة خبر كبير ونتيجة رائعة لجهود رائعة قدمت من خلال فريق العمل. بلا شك مثل هذه النتيجة تحتاج إلى استكمال لكل هذه الجهود، هذه الاستكمال تعتمد على وزارة الثقافة وتعتمد على الإدارة المحلية لمحافظة بابل. جهود يجب أن تكون جهود مشتركة وجهود علمية، عمل علمي صحيح في كيفية استثمار هذه النتيجة الرائعة بعودة بابل للتراث العالمي.
طيب دكتور، يعني كيف تنظرون إلى وعود الحكومة العراقية؟ هل فعلا سنجد خطوات إيجابية تلبية لرغبة اليونسكو بهذا الملف؟ هناك حديث، يعني هناك عدة مواقع أهملت سابقا، هل ستلتحق بها بابل أم ماذا؟ بلا شك الموضوع ليس سهل على الإطلاق، يعني أي أحد أي طرف يقول بأنه القضية سهلة يكاد يكون غير دقيق. الموضوع صعب، والموضوع يحتاج نية صادقة وصحيحة وجادة في كيفية استثمار هذا الموضوع. يعني أولا سبقنا الأهوار، موضوع الأهوار، وكثير من الناس تعتقد بأن موضوع الأهوار شبه أهمل. نرجو من الحكومة المحلية ومن وزارة الثقافة أن لا يكون هذه النتيجة لموضوع بابل كنتيجة الأهوار. بلا شك نحتاج جهود كبيرة وجهود جادة وحقيقية في كيفية استثمار هذه النتيجة. أنا أكرر وأقول بأنه الموضوع ليس سهل على الإطلاق. على سبيل المثال استثمار بابل اقتصاديا، استثمار بابل حضاريا وثقافيا وإنسانيا باعتبارها نقطة إشعاع حضاري كبيرة ومهمة في العالم. العالم بابل مشهورة في العالم تكاد تكون، وبكل صراحة يعني عندما تسمع ببابل أحيانا الناس يعرفون بابل، ربما ما يعرفون العراق كدولة يعني، ولكنه يعرفون بابل. شكرا جزيلا دكتور، شكرا لجهودك الكبيرة. شكرا جزيلا. يعني عودة إليك زينة، هناك أيضا يعني سمعنا أنه الأيام القادمة ستشهد عدة فعاليات، التركيز سيكون على الفعاليات الثقافية والموسيقية باعتبار أن بابل ستكون محور للثقافات الإنسانية، محور لجميع الديانات والمذاهب الأخرى. هناك عملية ترويج ستكون في المستقبل لاستقطاب الوفود العربية والأجنبية، الوفود الكنسية أيضا. يعني سمعنا أن هناك وفد من الكنائس العراقية سيزور الفعاليات للاحتفال بهذا المنجز. شكرا لك، كنت معنا مباشرة من مدينة بابل الأثرية مراسل الحرة ميثم الشباني. شكرا لك ولضيفيك الكريمين.